كطبيب أسنان أكيد عارف إن شغل الإمبلانت ناجح جداً وممكن توصل نسبة النجاح فيه لأكتر من 90% في معظم الحالات، بس نسبة الخطأ موجودة وممكن تسبب مشاكل كتير للمريض في المستقبل. كورس الدنتال إمبلانت من SPC هيبدأ معاك من الصفر لحد ما يوصلك إنك تنجح في أي حالة إمبلانت تشتغلها، وكل اللي هتتعلمه هتطبقه عملي في العيادة تحت إشراف أكبر دكاترة في المجال. هتتعلم الإمبلانت على 4 مراحل. أول مرحلة هي إزاي تشتغل الإمبلانت من أول البيشنت سيليكشن، وإزاي تعمل تريتمنت بلان لحد الإمبلانت لودينج والبليسمنت، وهيعرفك إيه هي الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل للبيشنت مع دكتور أحمد حليم أيوب رئيس الجمعية المصرية لزراعة الأسنان. في تاني مرحلة هتتعلم كل حاجة عن أشعة CPCT اللي عملت ثورة في طب الأسنان، وهتعمل هاندز اون على السوفت وير على اللابتوب الخاص بيك. تالت مرحلة البريو امبلانت، وازاي تعمل هارت تيشيو وسوفت تيشيو مانجمنت خطوة بخطوة في وركشوب على تشيب هيد مع دكتور سلافة بلال. في اخر مرحلة هتتعلم اكتر حاجة بتهم البيشنت، الامبلانت بروثيسيس والبروثيسيس بايوميكانيكس. كل اللي اتعلمته هتطبقه هاندز اون على حالة او اكتر لغاية 20 حالة حسب اختيارك. ولو انت مش مقيم في مصر تقدر تحضر الكورس بشكل مكثف، وهنوفر لك الفيزا والاقامه ورحلات ترفيهيه في مصر طول مده الكورس. لو عايز تعرف معلومات اكتر زور موقعنا او اتصل بينا على